أول مرة أشوفه من سنتين، وكان واضح بالنسبة لي قد إيه هو اتغير، بمعنى قد إيه هو كبر شوية، بمعنى إن هو برضو هو وشه كده طفولي شوية، فقد شوية من الطفولة اللي في وشه دي، بس كمان حركة جسمه اتغيرت، حركة جسمه بقت أتقل، ما بقاش فيه نفس الحماس ونفس الطاقة دي. وبالنسبة لي كان واضح جدا في المحكمة مستوى غضبه، كان غضبان جدا. عبارة عن أحداث عامة كلنا قرينا عنها، أي حد بيتابع المواضيع دي بيقراها، شهادات ما هيش فريدة، وده جزء من يعني المحامين من اللافت جدا أن مقال زي ده يروح المحكمة، مش بقى لأنه مش مقال رأي حتى، بس هو حتى ده مش مقال رأي، ده رصد لثلاث أحداث كبرى حصلت في وقت صغير وتلقي ليها كمواطن يعني. اتأجل شهرين تقريبا او اكتر من شهرين، بدل ما يتأجل وهو يخلى سبيله في اثناء الوقت ده، في الحقيقة لا، هو بيتأجل والشخص ده بيفضل محبوس، ومش مشكلة يفضل محبوس، مش كده تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي. فالحتت اللي كان بيبقى فيها تلاقي ان حقوق مختلفة كانت من الحاجات اللي بتثير الاهتمام باتريك جدا، وكان عنده اهتمام خاص بحقوق النساء، بس كمان حقوق المسيحيين واقليات الدينيه في مصر بشكل عام. هو باتريك يعني شخص حيوي جدا ونشيط، لدرجه يعني كان دايما تهريجه، احنا اصدقاء كمان يعني، كان دايما تهريجه ولا ان هو لدرجه الازعاج، اللي هو ما بيعرفش يقعد ثابت، ما بيعرفش، ما بيبقاش بيتكلم في التليفون طول الوقت، ما بيسمعش حاجه على التليفون، بيتحرك كتير، بحاجات كده.